معنا من لندن مدير تحرير موقع أحوال تركية غسان إبراهيم. أستاذ غسان أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. إذن المحكمة الأوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير، لكن هذا بعد 13 عاما من القضية، لماذا برأيك؟ للأسف تركيا أصبحت الشغل الشاغل للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هناك كثير من الملفات التي تدرسها هذه المحكمة بشأن الحريات وحقوق الإنسان بعد أن تحولت تركيا إلى دولة بوليسية من الطراز الأول، فبالتالي الانشغال بالملفات الكثيرة التي لا دائما نسمع، لا يمر بضعة أشهر إلا ونسمع قرار من هذه المحكمة بخصوص تركيا. فأصبحت هذه المحكمة اختصاصها هو الشأن التركي من كثرة الانتهاكات التي تحدث. أصبحت تركيا في ظل أردوغان دولة قمعية لا تسمح بأي مجال للأقليات أن يكون لهم صوتا، حتى لو كانوا طلاب ويقومون بأعمال دراسات وأبحاث في هذا المجال. البعض يقول أنه كلما تعلق الأمر بخلافات تركية أوروبية يتم إشهار ورقة حقوق الإنسان، إلى أي حد هناك تسييس لهذه القضية أم أن الأمر مختلف برأيك؟ لا أعتقد هناك تسييس أبداً. سياسة أردوغان وتصرفاته وانتهاكاته التي هي عبارة عن سلسلة طويلة، تخيل في تركيا هناك أكثر من 50,000 سياسي سجين، هناك سجناء سياسيون، فمن الطبيعي أن تتحرك المحكمة يعني الأوروبية لحقوق الإنسان. هناك عملية إغلاق لـ 32 مؤسسة إعلامية كردية تركية، من الطبيعي أن تشتكي هذه المؤسسات للمحكمة الأوروبية بعد أن فقدوا العدالة داخل بلادهم. هناك شخصيات بارزة، هناك زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، هناك رجل الأعمال عثمان كفالة الذي قام بأعمال مدنية، هناك أيضا أحمد ألتان الذي هو صحفي وكاتب مشهور، هناك صحفيون هربوا إلى الخارج فتم ابتزازهم بزوجاتهم وابتزازهم بأملاكهم ومصادرتها. فبالتالي هذه الدولة البوليسية أصبحت هي من تدفع هذه المحكمة للتحرك، لا يمكن السكوت. طيب. تركيا وقعت على اتفاقية وهذه الاتفاقية تخول هذه المحكمة بالخوض بهذه المجالات. الخوض في هذه المجالات، ولكن ما تداعيات هذه الإدانة برأيك؟ هل هناك إجراءات عملية على أرض الواقع يتم العمل بها برأيك؟ للأسف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس لديها سلطة تنفيذية لمثل هذه القرارات، هي قرارات معنوية لا تلتزم تركيا بها، بل تحاول التهرب منها وإهمالها، كون أنه حتى هذه اللحظة لم نشاهد إجراءات أوروبية ضمن الاتحاد الأوروبي كالعقوبات الاقتصادية أو إخراجها من الاتحاد الجمركي الأوروبي الذي كان هو ميزة ومكافأة لتركيا سابقا لرغبتها لمحاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي. هذا الاتحاد الجمركي قدم تسهيلات كثيرة للأتراك للوصول إلى السوق الأوروبية. الآن اليونانيون والفرنسيون وأطراف كثيرة يطالبون على الأقل إن لم يكن هناك عقوبات أن يكف الاتحاد الأوروبي عن تقديم المزايا لدولة بوليسية لا تحترم حقوق الإنسان ولا تتشاطر مع الأوروبيين القيم الأساسية والقيم التي تطالب بها كل البشرية. تخيل أنه في تركيا على سبيل المثال لم يبقى هناك ولا مؤسسة إعلامية مستقلة، إما تم شراؤها من رجال أعمال مقربين من أردوغان أو سجن الآخرون الذين حاولوا أن يمارسوا دورهم كمستقلين. تم إسكات الإعلام لإعطاء أردوغان الفرصة ليعربد في الخارج بمشاريع خارجية ويهمل الاقتصاد ويهمل حقوق المواطن التركي. من هذا المنطلق يجد الأوروبيون أنفسهم اليوم هم أمام الدولة عبارة عن قنبلة موقوتة، وهذا التصرف سوف يدفع ليس فقط المحكمة الأوروبية للتدخل وإصدار مثل هذه القرارات، بل أيضا الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته.
أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ غسان إبراهيم، مدير تحرير موقع أحوال تركيا، كنت معنا من لندن، شكرا لك.